في السوبر المصري صممت انك تسدد. انت كنت بتسدد اصلا ضربات جزاء هايل، كنت في المقصه بسدد. وبعدين ضيعت مره باين في الاهلي. لا هي في الاهلي مره واحده شوت كنا بنلعب طنطا واتصدت ورجعت له حطيتها جون، يعني هي دي يعني كانت المره الوحيده اللي ما يعني. وماتش بيرمز برضو كانت ضربه جزاء في العارضه، بس في العارضه بس ما شفتكش تاني يعني، شفتكش في ضربات ترجيح. وحتى ساعتها بقى كل واحد داخل يسدد يا عيني، بقى الناس خايفة عليه يعني. بص يا كابتن، هو في الماتش دوت كنت انا وياسر مصابين، يعني كنا خلاص فعلا محدش كان ياسر قادر انا يشوط عرفت فينا. رجليه شدت عشان كانت كده. رجليه وانا كمان كانت رجلي نفس الكلام. وانت تحملت على نفسك. بصراحة هو كان قفشة. الدور على ياسر مش عليك، لا كان عليا، عليك انت. كان عليا. فانا كان قفشة ساعتها كمان بصراحة، يعني كتر خيره قال لي بص هتشوط قفشة. هتشوط، قال لي هتشوط، حتى الشنكار والله فك لي الشراب وشل الشنكار وقال لي بص ادخل الله. ادخل. والسوليه جالي بصراحه، قال لي بص انا عارف ان انت والله ما قادر، ولا انت ولا ياسر. فعلا بصراحه ده اللي حصل والله يا كابتن فعلا. قال لي انا عارف انت مش قادر، وقال لي ياسر انا عارف انتوا مش قادرين، بس انت كده كده حسين هتدخل، ربنا رايد هتيجي، يمكن ربنا مع انت عمرو تجيبها. السوليه. قال لي يمكن ربنا انت يكون رايد اللي انت تجيبها، وشناوي صدها بعدها ونكسب. يا سلام. والله يا كابتن ده حصل. السوليه نفس الكلام اللي قاله لي ده، وقاله لي وقفشه بصراحه قال لي عن الشنكار. وبص جميل انا اصلا قفشه انا مش عمرو، والله دي حاجه والله جميله كابتن. طبعا جميل. طبعا نعم طبعا. السوليه يعني عندك شخصيات جميله شناوي وعندك طبعا، عمرو. لعيبه كلها يا كابتن نعم والله. فقال لي بص ادخل، حتى لو ضاعت هيحصل ايه؟ مفيش حاجه. انا كنت فعلا يا كابتن ماشي مش قادر، فعلا. والله ما كنت قادر، حتى انا بعد ضربه الجزاء اصلا جالي صدي في الضمه كمان، غير اصلا الشد اللي عندي. والله ما كنتش قادر اقوم، يعني انا ما كنتش قادر اقوم، حتى الشناوي قال لي هنا كنت تعبان. انا ما كنتش قادر والله يا كابتن ما كنت. حتى بص يا كابتن بعد ضربه الجزاء بص انا اصلا عملت ازاي؟ بص رجلي بص مش قادر، انا حطيت مش قادر، كنتش قادر انا عايز خالص. اسالك، انت غيرت الزاويه؟ كنت داخل تحط شمال وغيرت لا لا يمين؟ لا لا لا، كنت والله. واخد القرار اللي انا هحطها هنا وانت كان عندك اصرار مش طبيعي. والله. بص ما هي بقى حتى كابتن انا حطيتها بقوه، اللي هو بص بالظبط. حتى لو عواد راح لا معاها مش وفيها نصيب. مستحيل. فاهمني؟ فانا بص هي بقوه في الزاويه ديت، وانت فخلاص الميزه بقى. عندك انت ما عندكش زاويه محدده، لا 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 يعني انت خالص بتشوط فوق وبتشوط تحت بالظبط، وبتشوط الحمد لله. الحمد لله. ببطن رجلك فحتى وبوش رجلك. بوش فحتى رجلك ولا ببطن لا رجلك؟ لا ببطن رجلي، ببطن ببطن رجلي. رجلك. والله ببطن رجلك وبوش رجلك يعني واخده.